وأنا هقول لك على حاجة، لما تسأل طب فين بقى صدق وعد ربنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. العلماء قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لو أنت طلبت منه حاجة وكان الحاجة دي خير وهيجي من وراها خير يديها لك زي ما هي. عايز أشتغل في الحتة دي علشان يبقى معايا فلوس ومستقر، لو الاتنين دول خير فعلا اتفضل. طب لو الحاجة اللي انت طلبتها دي شر بس وراها خير، يعني عايز تشتغل هنا علشان الاستقرار، ربنا ما يشغلكش في الحتة دي لأنها شر بالنسبة لك، بس ترزق الاستقرار، يبعت لك حاجة تانية فيها استقرارك. أو يتدخل التدخل الأكبر بعلمه، إن لا وقت خير ولا وقت استقرار، الوقت ده بالنسبة لك الأنفع والأنسب والأخير ليك تفضل في بعض التحديات عشان تكون جواك مهارات علشان الفتح جاي بعدين. ولا يبقى للعبد هنا إلا الاستسلام والتسليم لحكمة العليم الخبير. أنت ربنا سبحانه وتعالى إذا رضيت به ربا ليك فهو مدبر لرزقك وحالك، فيا حزين من المجيب، سلم نفسك لله وهيوصلك لكل خير. ودي رسالة ربنا ليك لو كنت زاهد في الدعاء.